مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. ميزانية العراق. تعتمد ميزانية العراق على الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط، حيث حجم الإنتاج النفطي أكثر من 4 ملايين برميل في اليوم، في حين يبلغ حجم التصدير أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار. كان لجائحة كورونا تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي للعراق عام 2020، والذي تقلص بنسبة 15.7%، وتقلصت إيرادات الموازنة بنسبة تصل إلى 32% من الناتج المحلي، وزادت نسبة البطالة أكثر من 10% عما كانت عليه. مستشار الحكومة للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح قال إن تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي تراوح بين 9 و10%، وأسباب ذلك ضعف النمو الزراعي بسبب شح المياه وقلة الأمطار والجفاف، وتدهور القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاضه إلى نحو النصف، ما تسبب في إضافة نحو 2,700,000 عائلة عراقية جديدة إلى ما دون خط الفقر. مسودة الميزانية لعام 2021 فيها العديد من القروض الخارجية التي تثقل كاهل العراق اقتصادياً، تلزمه بدفع الديون حتى عام 2048 مع الفوائد المترتبة عليها، بينما شطب العراق عام 2004 نحو 100 مليار دولار من ديونه على خلفية توقيع اتفاقية نادي باريس لحل الديون السيادية المترتبة بذمته ل 65 دولة، منها 19 دولة ضمن نادي باريس و 46 دولة من خارج النادي. مصادر رسمية للحكومة تؤكد أن ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 113 مليار دولار، تشمل 40 مليار دولار ديونا معلقة منذ القرن الماضي، بالإضافة إلى تراكم الديون بسبب الحرب ضد داعش، ومشاريع التنمية التي تبلغ إجمالا 23 مليار دولار واجبة الدفع على العراق. وللحكومة ديون داخلية تبلغ 50 مليار دولار، إضافة إلى ديون معلقة لثماني دول، منها السعودية، إيران، قطر، الإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الدول لم تشطب ديونها، وهناك 23 مليار دولار إلى صناديق تنموية. الكويت لم تتنازل عن التعويضات الناجمة عن غزوها، وظلت تطالب بها رغم سقوط النظام السابق بكل أسبابه وظروفه الخاصة، حيث تشكلت لجنة أممية للتعويضات عام 91 ألزمت العراق بدفع نحو 52 مليار دولار للكويت كتعويضات. من جهة أخرى، هناك تفاؤل بأن الاقتصاد العراقي يتعافى تدريجيا من صدمته، أي في أعقاب الانكماش الذي أصابه نتيجة جائحة كورونا العام الماضي، حيث بدأ التحسن في قطاع النفط بنسبة 10% في النصف الأول من العام 2021، حين عدل العراق حصته في منظمة أوبك في وقت مبكر من هذا العام، ما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ معدل التضخم العام في العراق ما بين كانون الثاني وتموز من هذا العام 5.2% بسبب زيادة الطلب المحلي. على صعيد الخارجي، تحول عجز الحساب الجاري أيضا إلى فائض بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021، ما أسهم في ارتفاع إجمالي الاحتياطات الرسمية للبنك المركزي العراقي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إلى 58.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2021، مقارنة ب 54 مليار دولار في نهاية العام 2020.